ينضم إلينا عضو اللجنة الوطنية للأوبئة دكتور بسام حجاوي. دكتور بسام أهلا بك، نحن اليوم على أعتاب موسم الشتاء وتبدأ التخوفات بخطر الإصابة بفيروس كورونا مجددا، بالحديث عن حصانة اللقاحات اليوم فإلى أين تمتد؟ ما هي الفترة الزمنية التي يمكن أن يبقى المريض فيها أو الشخص الآخذ لهذه الجرعة محصنا؟ مساء الخير اولا، ويعني كما هو معروف بانه احنا يعني وضعنا الوبائي في استقرار، يشهد استقرار، وخاصه في الست اسابيع اللي فاتوا، بحيث انه المؤشرات جميعها من ادخالات المستشفيات، قديش نسبه الفحوصات الايجابيه لم تتعدى 4%، كان في هناك ارتفاع واضح على الحالات النشطه، وهذا ما يعكس الرصد الإيجابي على الحدود والمعابر وبين الناس وبين في المدارس وفي الجامعات وفي المنشآت الاقتصادية، بحيث نحن نبقى ضمن الحدود التي عهدناها لتنفيذ استراتيجية الفتح الشامل والدراسة الوجاهية. هلا احنا خايفين زي ما تفضلتي من انه احنا يعني فتحت منشآتنا، صار في معارض، صار في مؤتمرات، في فصل الشتاء جاي، والكل بيعرف انه الكوفيد 19 او الكورونا والامراض الانفلونزا اللي سميت الموسميه وامراض الشتاء كلها يعني مصدرها اصابه للجهاز التنفسي. هذا الاصابه للجهاز التنفسي يعني بحبش التجمعات، تجمعات الناس، وبناء عليه الناس اصلا تلتقي في تجمعات في غرف، فبتزيد عوامل الاختطار بانه قد نصاب بامراض الجهاز التنفسي، وقد يختلط الامر انه هذه كوفيد 19 او هذه H1N1 او هذه امراض انفلونزا عاديه. وعلى الكل ان يعلم ان الكمامه، ارتداء الكمامه بالطريقه الصحيحه هي الصح لكل هذه الامراض. لكن نصل الى مرحله انه عندنا ارتفاع درجه حراره، في عندنا كحه، في عندنا ضيق في الصدر، كلها قد تكون كوفيد، لكن الشخص الذي مثلا عارف عن حاله عنده حساسيه فصل شتاء، كل هذه الامور يعني اذا تفاقمت الامور وجب عليه التوجه للمستشفى او طلب يعني الطبيب بحيث انه يعمل له فحص مختبر على البي سي ار لنتاكد انه هذه كوفيد 19 ولا لا. ليش؟ لانه احنا عارفين على الانفلونزا الموسميه، عارفين في علاج، في مطعوم، في الى اخره، كله متوفر، لكن لا زلنا احنا تحت الجائحه العالميه والاردن هي جزء منها. نعم دكتور بسام، فيما يتعلق اذا هذا تلخيص فيما يتعلق بالوضع الوبائي وايضا الاجراءات الوقائيه المهمه جدا والضروريه، لكن هناك تساؤل بين المواطنين، وهذا التساؤل حول حصانة، استمرارية الحصانة من اللقاحات. البعض يتحدث عن 6 أشهر، البعض يتحدث عن احتمال الإصابة مجددا، فهو نوع من رسالة التطمين وإن كان هناك مخططات لأخذ جرعات معززة في المستقبل. يعني بتعرف انه الجوائح بشكل عام هي كلها يعني تنتهي وتتحول الى مرض متوطن في فتره اعلاها كما شاهدناها على المستوى العالمي منذ مئات السنين، انه ما بتقعدش اكثر من سنه لهذه الجائحه، لانها طولت وقعدت سنه ونص وتم اكتشاف لها مطعوم ولم يتم اكتشاف علاج حتى الان، فهي من الضروره انه احنا نتوقع ونعرف انه ما تحولتش لمرض موسمي لسه، لكن هي احد النظريات او السيناريوهات، لكن بدات المناعه تضعف قليلا، فمن المتوقع انه مراكز البحث العلمي العالميه وعلى عينات كبيره من الناس الذين تطعموا وتلقوا تطعيم، يبدو انه وجب الان التفكير بالعالم بفكر انه بعد 6 أشهر على الاقل من تناوله الجرعه الثانيه يحتاج الشخص الى جرعه معززه، ولكن عشان ما نعطيها بشكل جماعي عشان تكون مجتمعي وحملات، بدا العالم يفكر مين اللي بيطلع لهم. هم زي ما احنا عملنا بالاردن، عملنا انه الناس اللي عندهم امراض تؤدي الى نقص المناعه اصبح الان لهم جرعه معززه اذا ثبت انه عنده شهاده مرض بهذه الامراض التي سميت. الناس اللي عمالهم بيسافروا لدول بدها جرعه معززه، عمالنا بناخذهم ضمن معززات. ندرس الان امكانيه اعطاء هذه الجرعه المعززه لكبار السن،
لا الكوادر الصحية اللي هي بتتعامل مع المرضى، لأنه هذول هم أكثر الفئات المعرضة. بتعرفي أنه عندنا هلأ طلاب، الطلاب اختياري في المدارس، لكن طلاب الجامعات فوق 18 سنة هو من ضمن منظومة التطعيم، أنه لازم يأخذوا الجرعة المطعيم يتلقوها. لكن الأطفال اللي هم من 12 سنة وفوق ندرس ونتطلع إلى مراكز البحث العلمي بحيث أن يكون دليل علمي واضح، بحيث أن الآثار الجانبية ما تؤثر على الفئة اللي هي بدها تأخذها، ويجب على هؤلاء الطلاب أن يكونوا ضمن منظومة التطعيم الوطنية. فالعالم يتحسب هل إحنا تحول إلى موسمي؟ لا لسه، لأنه ما فات سنة على صناعة المطعوم، لكن إحنا نحتاج إذن أن نأخذ مطعوم الإنفلونزا الموسمية جنبا إلى جنب إلى مطعوم الكوفيد 19، بحيث هذا يمنع الإصابة أو يقي من H1N1 اللي هي بتضعف جهاز المناعة. نعم. وإذا ضعف جهاز المناعة من H1N1 نعم. أو الإنفلونزيات نحتاج إلى وقاية أكثر للكوفيد. دكتور نعم. بسام، إذا نحن تحدثنا الآن عن احتمالية إعطاء أو لربما قد قام الأردن بإعطاء هذه الجرعات المعززة لشريحة معينة، خاصة كبار السن أو من لديهم نقص في المناعة. الآن التوجه أيضا في كثير من الدول ومنها بريطانيا لإعطاء هذه الجرعات المعززة لمن هم فوق 50 عام، وهناك أيضا تخوف من خلط أنواع اللقاحات، فمن تلقى مثلا جرعتين من سينوفارم الصيني لا يمكنه أخذ جرعة ثالثة معززة من فايزر. فكيف هو التوجه الآن؟ هل لديكم دراسات كافية في هذا الموضوع أم أنها قيد البحث؟ يعني هو يفضل أن تكون الجرعة الثالثة المعززة من نفس الجرعتين اللي حصل عليهم المواطن، لكن ما فيش أي أدلة تثبت أنه المزج بجرعة أخرى قد يكون ضار، لأنه بيعطي مناعة بأجسام مضادة أخرى تؤكد على أنه يوجد أكثر من جسم مناعي بحيث أنه يقاوم الفيروس للكوفيد 19، لأنه بتعرفي في سلالات وفي طفرات، وقد تكون هذه موجودة فعالية في مطعوم وموجودة أقل فعالية في مطعوم آخر، لأن الطفرات كمان مغلبتنا في الكوفيد 19، وهي اللي مخلي المطعوم مرات بعد 6 شهور أو 8 شهور تتدنى مناعته مع المواطنين. إذا إحنا نأمل أنه الناس بالوقت الحاضر، يعني شوفي لما تفضلت في التقرير 24,000، أنا بالنسبة لي لا يكفي مواطنين يأخذوا 24,000 جرعة أولى وثانية، أنا أحتاج أن الناس تأخذ جرعة أولى وتأخذ جرعة ثانية أفضل إلي من المعززة، اللي هي المعززة بدأت تعطى لناس تدنت مناعتهم، وقد هذول فئات خطرة يدخلوا المستشفى، وأنا ما بدي مستشفيات يكون ضغط عليها فيما لو إحنا في هذه الموجة اللي نشهد أرقام في حدها الأدنى. إذا كله أنت بدك تشتغل في أكثر من وسيلة بحيث أن نكون إحنا واثقين من نفسنا أن نفوت ونمر بهذه الموجة بأحسن ما يمكن خلال فصل الشتاء، والتعليم الوجاهي والصناعة اللي هي المنشآت الصناعية اللي إحنا بنحتاجها لدعم الاقتصاد تاعنا. إذا حتى الآن وحتى تتأكد الرسالة ولتكن واضحة لجميع المشاهدين، اليوم نتحدث عن حصانة موجودة، ولكن الأهمية تكمن في تلقي الجرعة الأولى والجرعة الثانية، وهذه الجرعات المعززة تأتي لمن هم عرضة بشكل أكبر، ولكنها لا تعني بأن الحصانة غير موجودة أو أقل لمتلقي الجرعتين. يعني أنت تعلمي أنه حتى الحصانة نعم دكتور بسام، يعني تعلمي انه حتى الحصانه كما وردت على لسان معالي وزير الصحه انه احنا 74% عندنا نسبه المناعه المجتمعيه سواء من المرض او من المطاعيم، لكن كما يعني مراكز البحث العلمي تقول قد تكون هناك تدني مع الوقت للمناعه، وهذا المرض بالذات يحتاج الى اكثر من 85%. إذا هو الحل والتطعيم، الحل الاستمرار بالتطعيم، وهناك دول متقدمة تعمد إلى تطعيم كافة السكان، حتى لو أعطت 100% من الناس لو انخفضت المناعة، حتى أنه هذا يدل أنه هذا مرض موسمي ولا لا، بتكون هي كسبت أنه هي المناعة المجتمعية أعلى من 85% لتحمي نفسها. لكن ماذا تقول المنظمة؟ أنا لا أريد منكم تحموا نفسكم وتنسوا الآخرين بدون مطعوم، وهم التكاثر بيحصل عندهم ليحصل سلالات، وهذه السلالات تصدر إليكم، فأنا أريد مناعة مجتمعية بقيمة قد تكفيني 70% للعالم عشان أخلص من الجائحة الأم. نعم، شكرا لك دكتور، شكرا جزيلا لك عضو اللجنة الوطنية للأوبئة دكتور بسام حجاوي.